مرحبا بالكلوبيستي، مرحبا بالناس كل معنا في اول اكسبيريونس في الفولي بول فيمينا في اللايف ستريمينغ مع الليغ كلوبيست. تابعوا معنا في الباج نتاعنا فيسبوك. دونك باش نعديو الماتش هذا نتاع سيتيم جورني بين الكلوب وزيتونة أزمور. باش يكون معايا في الطبيعة يتبع الماتش في الأمور اللي تفهم في التكنيك والفولي خير مني أنا، اللي هو سي قيس خنفير. سي قيس خنفير مرحبا. مرحبا بك معز، مرحبا بالمتفرجين. سيتيم جورني، الكلوب عاملة 6-6، راجعة من بعيد بعد 20 سنة نلقاو روحنا في سالة البرجيني نتفرجوا في بنياتنا وتروح فولي ان شاء الله نتبعوه بالقدا. 6-6 وعامله زاده في النتائج، معناتها الماتش الكل، الماتش الكل ربحتهم 3-0، معناتها نادي افريقي ما خسرت نادي افريقي ما خسرت حتى شوط، معناتها هذايا دونك لهذا الفريق هذايا لازم كل التشجيع. ان شاء الله اليوم زاده كيف يوريونا نتفرجوا مع بعضنا في الجمعيه. نبداو بالفورماسيون يا اخوانا، الفورماسيون القصيره. همامي سهام، زينب ناسف، أي همامي ناسف، ناسف هدف ومنتهى، هذوما منتهى أبو بكر. دونك هذوما البنات نتاع الزيتونة نتاع أزمور. نخلي لك اللي كنت قيس ليستا طويلة باش نتعبك معايا في أول لاشتيجي تعملوا معايا باش نسمي بنات الكلوب. بنات الكلوب فما ساره الفريزي قيدومة الفريق نمرو 11، عايده فايزة نمرو 7، صفال ماجي نمرو 13، سونيا محفوظي نمرو 18، هيفا العايدي نمرو 19، ساره بن جعفر نمرو 12، اميره بن عمار نمرو 8، عزه بوزيدي نمرو 6، فاطمه خراج نمرو 10، ومريم ومريم جدور، مريم جدور نمرو 3. هذوما هما البنات نتاعنا. فكره دونك على ليفيكتيف اللي عندنا، قلنا قيس 20 سنه رجعوا البنات، والبنات باش يحلوا الباب بالطبيعه العام الجاي للسيكسيون نتاع الاولاد. انت واحد من الناس اللي تعديت بالفولي في الكلوب، شنو هي السونساسيون كي تلقى فرع كي من هذا راجع من بعيد ويرجع ينشط؟ هو النادي الافريقي مع جمعيه متعدده الاختصاصات، ولازم يقعد جمعيه متعدده الاختصاصات ويقعد مع الطيران في شوفان، ونادي افريقي في خاصه في فرع كره الطائره عنده كؤوس وعنده بطولات وعنده صولات وجولات في كره الطائره. انا نذكر حتى النهائي اللي ربحناه نحن النادي الافريقي 3-2 ضد النادي الفاقس في القبه، وكيفاش كانت القبه معناتها معديه. نحن حبينا نحبوا نرجعوا للاجواء هذيا في النادي الافريقي، ولهذا معناتها هذا شيء يفرح نشوفه معناتها في السكسيون هذه بدات في البنات، ومن بعد ان شاء الله في العوام القادمه معناتها يرجعوا كما يقولوا الاصناف الرجال الذكور للنادي الافريقي. طرح السي اس اس سي قيس ما ينساه حتى حد، يعني من 2-0 نعملوا تروازيم سيت 15-1، يعني مشهوره في الخطبه يعرفوها الناس اللي بالطبيعه خلطوا على التتويجات نتاع النادي الافريقي، ونخرجوا فينال كبيره ياسر. سي اس اس لا جروند ايكيب لابوجي نتاعها بالطبيعه، كيف الاولاد بوسرسار ورشيد بوسرسار فهمت، وشمس الدين سويرق شيء فهمت. زاد فما ماتش 11 حد ما ينساه، ماتش في المغرب نادي الافريقي في الفينال كيفاش قلبت الطرح في المغرب، كنا خاسر 2 شيء وكانت تقلب الطرح في 3-2. هو رانا نحن 90 دقيقة في كل شيء، فولي وباسكيت وهون، دونك عندنا عاد معطينا في الامور هذه. دونك هذا هو شوية من التاريخ بالطبيعة باش نتبعوا الطرح البنايات. نذكروا لي تبعوا في طرح من ديفيزيون 2 لا ليغ 2 لكن نجم نقولوا بالطبيعه، خاطر القانون يقول انه جمعيه باش ترجع يلزمها تمر بسنف انفيريور وتطلع لل خلي يقولوا السنف السوبيريور. نستناو يعني في البنات قاعدين يكملوا يسخنوا. مرحبا بالناس اللي تبع فينا مره اخرى، ان شاء الله تروح يتعدى حلو ما بين الكلوب وازمور.
نعرفه للبنيات حتى التو كما قلنا لكم 6 على 6 في مونتاج اليوم لونجو نتاع 21. كان نذكروا ميسالش سي قيس بالتشكيله نتاع الكلوب نذكروا مش بالتشكيله من لاعبات النادي الافريقي خاطر التشكيله من بعد تشوفوها على الملعب يعني ادينا من توا سي قيس تعرفني ما نعرفش قاعد نذكر فيه بكل شيء باهي ميسالش التشكيله هي ماهيش تشكيله سي قيس لاعبات النادي الافريقي هما سارة خريج 11 عايده تايده هما 7 صفير مجد هم 13 سونيا محفوظي هم 18 هيفا العايدة هم 19 سارة بن ظافر هم 12 أميرة بن عمار هم 8 عزة بوجيدي هم 6 فاطمة خرات هم 10 ومريم زبور نمر 3. لو كان نعطيك أنا زمور أسهل لقيتها خفيفة الحكاية دونك الحمامي ناسف ذي زينب خاطر تبارك الله عائلة ناسف ثلاثة نلقاو منهم ايه همامي روان ناصف هدف ناصف ومنتهى ابو بكر هذوما البنايات السبع اللي جاوا مع ازمور ونحييهم نحييهم على الكوراج نتاعهم والجايين من ازمور الكرجاني بطبيعه باش يلعبوا بالافكتيف اللي عندهم وبالطاقات اللي عندهم ان شاء الله الساده البوبليك نتاع ازمور وعائلات البنايات يكونوا يتبعوا معنا على فكره فما بطبيعه تروح لكادات من بعد احنا باش نكتفيو انا نعديو اللي فيه باش ما نقولش اللي دام فهمتني ونسحبوا بعد هنا لو كان نذكروا علاش فما اون جواز اللي لابسه بالابيض على عكس الاخرين سي قيس يا جواز هذيك ليبيرو معناتها هذيك تدخل في المواقع الدفاعيه وتدخل وتخرج من غير ما يعمل كما يقولوا من تنوس وتخدم كان في المواقع الدفاعيه يعني كي تقول لك تخدم كان في المواقع الدفاعيه ما لازمهاش تلعب لاتاك ما لازمهاش تلعب لاتاك وتلعب هو مختار لكن تمشي في الليزون الكل فما لي بوست في البولي مرقمين هي تلعب في لي بوست معناتها كلي 1 و 5 و 6 هما اللي تلعب فيهم لازم تعوض خلي نفسروا سي قيس 1 5 6 لو كان تعطينا ليس التيران خلي نفهموا شويه التيران كله التيران هذايا 18 دونك المترو 9 منا و9 منا عندنا البوند الزرق لو كان تخدم لنا شطر بركه ليس فوالا عندنا البوند الزرق هذيك ثلاثه وغاديك فوالا ايش يصير في 3 متر؟ 3 متر هذا يصير معناتها تصير لي زاتاك ضربات ساقطه وتصير معناتها توزيع واحد يصير جدار الصد في الشبكه على مستوى الشبكه فما المواقع الدفاعيه اللي هما اللي بعد الخط تاع 3 متر اللي هو اللي قلنا يلعب فيه اللي يلعب فيهم توا البوند الزرقاء لاخر التيران البوند الزرقاء لاخر التيران تلعب فيه الليبيرو تلعب في ثلاثه مواقع هذيك وتعوض اللاعبين اللي موجودين في ثلاثه مواقع هذوك وتجم فما امكانيه للمهاجمين باش يعملوا هجوم ضربات ساحقه من وراء يعني مش مهاجمين دفاعيين مدافعين يبداو هما في المواقع واحد خمسه سته يجموا يعملوا ضربات ساحقه اما ما لهمش يعبسوا على الخط نتاع الدفاع نتاعهم يعني ما يقدموش في الزون نتاع فاي فما امكانيه هذه بسطه يعني صغيره إنجاز كبير باش نفهموا الطرح مع بعضنا غبنا شوية على الفولي دونك ما فيها باس حتى لينا تقريني شوية سي قيس باش نتبع الطرح معك بالكدا بالطبيعة انت نعطيكم سكور ليبرو نمرو 4 ليبرو نمرو 4 اللي عندنا ماهيش موجودة دونك فاطمة عكاشة فاطمة عكاشة هي ليبرو نتاع الكلوب ولا سهلة يعني ما نشوفوش نتعبوا معها فاطمة دونك ديتكتيف فازيل بتبيع قيس خنفير وعندنا ليس العيادي معنا في الكاميرا يأمنوا لكم البث يأمنوا البث بتبيع ومرحبا بالناس كل اللي معنا غدوة الجرجاني حافل يعني لو كان الناس تحب تتبع لهون وإن شاء الله تكون السالة ما بأكثر من اليوم صراحة فارغة السالة غدوة فما لي جون تاع الهون يعني من التسعة متاع الصباح الجونيور يبداو حتى الماضي ساعتين يعني فما ماتشوات اللي يحب يتبع
توا لازم يكون لكم تشكيله وقت كان تدخل الفريق نقول لكم بالمراكز شنو هي التشكيله نتاع الفريق ومن بعد نعمل قراءه للتشكيله على خاطر الكره الطايره ما تنتبعوا ديما لي ديغونال اللي يسالوا جوكوزي شو نقول لكم شكون المهاجم الاول والمهاجم الثاني شكون موزع الموزع شكون كذا باش نفهموا هكا مع بعضنا التشكيله واللي راهو له ديسبوزيتيف بطبيعه اللي موجود على التيران نعطيهم التشكيله نعطيهم التشكيله بالطبيعه فما الهمامي الباسوس دونك زين بن نصر و اي ازمور اي ازمور عندنا اي همامي وروان نصر وهدف ومنتهى هذوما اللي موجودين عندنا موجودين من الكلوب بطبيعه البنات عندنا ستة عزة عندنا 11 اللي متوقع عندنا هي سارة عندنا 19 العايدي وعندنا 13 المجري وسبعة كان تكمل انت قيس التشكيلة في الموقع نمر واحد اللي في الإرسال هي نمر 13 هي سقاء المجري في المركز المركز عدد 2 يعني شوف يعني مركز الاربيت النمر 6 نمر 6 مركز عدد 2 اللي هي بوزيدي بوزيدي نمر 6 هيك عزة بوزيدي عزة بوزيدي وبعد في المركز عدد 3 في وسط الشبكه معناتها هي نمر 7 نمر 7 عايده فايزه في المركز عدد 4 نمر 6 واحد دونك واحد بلاش واحد بلاش ديريكت نلقاو عندنا ارسال مباشر سيت لول استقبال بالطبيعة تمشي الكرة جات عليك قيس تو نكمل لسامي تمشي الكرة عند عكاشة تضرب الأولانية وعندنا اثنين بلاش اثنين بلاش اثنين بلاش للكلوب بالطبيعة ضربة ساحقة من طرف بوزيدي 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 عزة كيف كيف نفس الإرسال عند المجري تلعب مجري الأولانية تمشي الهاتف تعاود تلعب وفما لمس الشبكة دونك مست الفيلي دونك عندنا 3-0 حتى توا المجري في السيرفيس الرابعة دا فيلي تهز الكرة تفتح الكرة ديما تصير غلطة معناتها كل لعبة تخلي معناتها تعمل على لعبة تطيح الكرة بيناتهم وفما تايم اوت اول تايم اوت يعني بعد اربع بشيء سي قيس ونتم نجم نقولوا سهل اي تايم اوت معناتها كلي بكري ياسر في البارتي على خاطر 25 نقطة معناتها كان مستنى معناتها زوج ثلاثة نقاط اخرين ويعمل تايم اوت تاع زمورة ما مهما كان هو كيما نقولوا الفني اللي هو يعرف معناتها البلاد نتاعو يعرف كذا معناتها هو ممكن يدا جوجي بوتيت سي تان باساج افيد ولي زيكيب دو فولي ديما يتعداو دي باساج افيد مي في اول الماتش في لونتام دو ماتش عادي كان خلينا خاطر هو عنده كو دو دو تو مون في الستات اي فهمت كان يقصد اون توكا هي الارسال نتاعها هي ماجد الارسال نتاعها صعيب شويه على البنات هذوما نتاع اجمور تعاود المجري ريسبسيون ريسبسيون تلعب الهمامي تهز التالي ترجع الازمور الهمامي تلعب مع همامي اخرى اللي هي ايا وعندنا تفاح كرة ضايعه ضايعه ولا داخل بلجي لا يعني ولا استقبال ولا يعني كتفاح عندنا موفق تمشي عند زينب تلعب زينب لبرا اوت 5-5-1 بطبيعة العباد ما تلوموناش برشا مازلنا ما استانسناش بالبنات تو نحفظوا شوية وتبدا امورنا بنيقلها ان شاء الله تابلوها باش يبدا يخدم فما 5-1 تلعب سيرفيس تمشي عند اسلام تهز الكرة تمشي عند ماجري وتضرب الاولانية سارة حريزي وقيدوا من الفريق كما قال قيس دونك 6-1 للكلوب ويرجع عند السيرفيس باش تلعب العايدي هيفاء السيرفيس تطيح الكره
عند زينب ناسف الزكورة الأمامي ترجع من عند فايزة وتضرب حريزي ترجع عند ناسف الأولانية حريزي تلعب مع فايزة ولو خذوات مدينتهم والسفعة عندي الحق نقول خذوات اللي في الفنزولية لعبوا مع بعضهم دونك استقبال وصار التمرين مع صحبتها يبدو سبقا ما بين الكلوب وأزمور هنا في القرجاني تلعبوا كرة بون ثمانية واحد سيربيس سوتي تندو معناتها كل شيء على البلاد تاع أزمور فلوتون فسر لنا الفرق ما بين سماتش ديريكت والفلوتون الفلوتون تبدا الكرة تمشي تندو وبعد ساعات في الهواء كي تبدا تبداها فهمتي كيفاش تستقبل فيها تبدا ساعات تشوفها تقول عليها معناتها كلي طرن شوية شيء تغلط برشا الكرة هذيك وفي الفان كورس نتاعها تعمل شوت تعمل شوت سوبيتمون دونك تغلط ياسر الناس اللي يعملوا استقبال الكرة من اصعب لي سيرفيس هو لي سيرفيس بوتون فما سيرفيس معناتها كلي سوتي سماتشي اللي هو تلقاه قوي على البويسونس على البويسونس هي تعمل سيرفيس سوتي اما فلوتون حاجة باهية معناتها هكا علاش تصعب عليهم البنات نتاع أزمور الاستقبال نتاعهم ثمانية واحد نرجع مع الكلوب باقي في السيرفيس عند العايدي هيفا باش تلعب ريسبسيون تمشي كرة باقي ريسبسيون يعني ماهيش صحيحة من عند منتهى تتيح الكرة في ال 9-1 الكلوب باقي العايدي تضرب تلعب تخرج تلعب مع السبعة هدف ناسف وما تفهموش البنات هنا حبت تلعب باس رابيد ما تسميهم في الفولي باس رابيد 3 متر تبدا بعيدة على الباسات 3 متر اما تكون رابيد على مستوى شبكة ما تقولوا ما تفهموش الموزع اللي يعطينا 9-2 و9 3 هذا سيرفيس من عند اسلام استقبال مصطفى اسلام الهمامي دونك ماركي بوان ونشينا بك ان كاتريم بوان دونك نلقاو احنا مع 9-4 للكلوب باقي هو الاصح صح شو نقولوا 9-4 ورا 4-9 4-9 مقعد نستحضر في حكاية الفوليس يا قيس ترجع الكرة على السبعة سيرفيس للكلوب 10-4 معناتها ايه استرسال معناتها فايزة فايزة عايدة الأولانية وتضرب على فما كرة ترجع للكلوب دونك 11-4 كانت كرة المحفوظي سونيا مش تلعب فايزة مرة أخرى تلعب الكرة تمشي للخمسة المنتهى تضرب وترجع عند حلوة برشا الخدمة باهي على مستوى اثنين المركز اثنين طبعا ننسى ما رايش وتمشي الكرة ترجع لل دونك دوسكات دوسكات الفايزة جدار صد معناتك المركز معناتك الكونترول سنترال هي والاخرى هذيك الفايزة فايزة تمشي الكرة عند آية تاخوها عليها ناس في هدف تتلعب على حريزي تعاود تتاخو على آية وما تتعداش الكرة تريزيم بوان للكلوب دونك نحب نعمل بتيت واحد ريكاب بتي ريكاب كيفاش ننظم شو اسمه النادي الفريق النادي الفريق اعطينا قيس في لي دياغونال معناتها نلقاو صار حريزي اون دياغونال مع البنيه هذيك نمرو قداش اون دياغونال نمرو 15 هما لي دوز اتاكونت معناتها في الموقع نمرو 4 ونمرو 7 دياغونال مع الاخرى اللي هما يشدوا جدار الصد المركزي او ميليو دو فيلي الباسيز نتاع لي دو تريك نمرو 13 والليبيرو على هذيك البنايه فاطمه ترجع الكره
تلعب من المجري وحلوة حلوة من عند العايدي. دونك نلقاو عندنا 15-4 بلس 9 للكلوب، ويرجع باقي السيرفيس عند فايزة عايدة فايزة. تلعب الأولانية تمشي لآية تضرب الكرة آية وترجع عند عايدة وتضرب الحريزي ترجع من الحريزي تخوها ماجري والأولانية وتمركي بوزيدي لي منعوا الكرة تمشي لماجري و تخرج الكرة على مستوى وسط الشبكة وسط الشبكة تسمى باسكورت يلعب هو ديما الباسيونس تلعبها مع اللي هو اللي ياخذ كونتر سنترال مع حيث الدار الصدر كونتر سنترال يلعب ديما وقت على ريسبسيون دي بالون يلعب ديما الباسبورت هذيك اللي يستعملوها بور باش يغفل بها الدار الصدر المنافس وحتى المدافعين المنافسين. 16-4 قيس دونك نتصور الكلوب اون رو ليبر حتى لتوا قدام الزيتونه زيتونه ازمور يعني كل منظم اكثر قال يقولوا عامل خبره كبيره خبره متظاهر واضح زيد عامل زيد الطول معناتها كان يلعب في النادي الافريقي معناتها كان يكون شيء احسن معناتها هما يوليو عندهم انا فونتاج باراكور المنافس. نرجعوا للعب قلنا 16-4 مازلنا في السيت الاول بين الكلوب وازمور ترجع الكرة من عند فايزة تمشي آية تضرب الأولانية وما تتعداش الكرة 17-4 17-4 فايزة مرة أخرى تويلة وتدخل بون بونك 18-4 تلعب السيرفيس من فايزة تاخوها الأولانية وما تتعداش كرة ما ستة مرتين دونك 19-4 مرة أخرى فايزة والزيتونة الرياضية اللي يزورها من صعوبة تستقبل الكرة في ريسبسيون بطبيعة فايزة تضرب تلعب الأولانية آية على منتهى تضرب ترجع قدام المجري وحريزي حلوة ترجع وآية تلعب وتمدها للسبعة اللي هي زينب تعاود الكرة ترجع الأزمور عند ناسف تلعب الأولانية مع زينب الأولانية تتلعب آية تخرج تمشي ماجري حضر للحريزي وتضرب وتمنع الكرة ترجع من عند حسين والكرة البراء. شفنا طول سيكونس دو جو في السيت الاولاني حتى لتوا فايزة ترجع الكرة مرة أخرى من إيه كي الحلوة الأولانية تنحيا وفما مسيون ولا بينيتراسيون بينيتراسيون يعني مانيش مانيش غلط دونك 25 يعني 25 حتى لتوا تمشي الكرة لزين بن ناسف باش تلعب السيرفيس وتمشي ماجري ومع حريسي تضرب الكرة تاخوها آية ترجع منها تمشي من عند سلام ترجع آية الكرة تاخوها عايدي والأولانية ترجع سامبل آية من العايدي الماجري الحريسي وتضرب ترجع الكرة تمشي مرة أخرى ترجع للكلوب الماجري تلعب الثانية على بن عمار وال لا تلعب مع بوزيدي والكرة تمشي للأزمور واللي عندها 26 يا قيس ماجري الأولانية وحلوة من البداية حلوة دونك من المحفوظي الأولانية ماجري قصيرة للمحفوظي دونك سيرا باسكور تاريير معناتها كور تاريير راهي صعيبه
ماهيش سهله معناتها خاطر تبدا الجوار قدامك تشوف المتعب الواحد تاعه هي معناتها دارت عملت الدوره والمازري كما نقولوا قاست لها كما نقولوا الباسبورت على مقاسها وربطها في المسافه. البوزيدي البوزيدي في السيرفيس تلعب الاولانيه ايه تاخوها زينب وتضرب باهية تمشي من عند فاطمة حريزي تلعب كرة وما تتعديش دونك دونك عنا 21-7 في السيت الأولاني قيس ريسبسيون من الحريزي أخوة زينب وتطلع آية اللي ولات في البوست كات وتضرب حلوه من محفوظي تمريره سريعه باسبورت فوالا تعطي 22 فوالا تخرج البوزيدي وتدخل بن ظافر تتلعب من الحريزي وريسبسيون الاولانيه ياخذوا عليها ترجع من ايه تخوى بن ظافر ماجري تلعب الاولانيه بن ظافر ماجري وتسير على الكره وما تخلطش عليها بالطبيعه المحفوظي وتولي الويتيام بوان للازمود 8-22 تفضل في قيد ترجع الكره دونك من عند ناسف موتى ابو بكر ترجع للعايدي والكره لبرا 9-22 منتهى بشتغل بالكرة خويا والبرع اللي يعطينا 23-9 عندنا دو بوان ال 25 الاولانيين دونك 7 الاولاني تلعب محفوظي يا خويا الناصف الاولانية آية تلعب الماجري مع فايزة وترجع من عند المحفوظي الاولانية آية وتخرج البرع بندسات عندي برشا ما قلتهاش انا قلناها اليوم دونك في اول لايف مع البنات مرحبا بالناس كل اللي تبع فينا وكوره تمشي ترجع الحريزي والحريزي يعني ما استناتش الحريزي نمر سبعه على مستوى الشبكه فايزه دونك طلعت وقت اللي جات الكوره طلعت ضربت كما ضربه ساقطه اوكي يعني هي فينا عايده فايزه دونك اللي يعطينا قيس 25-9 في السيت الاولاني. السيت اللي دام اقل من ربع ساعه. يعني السيت قداش ينجم يمشي قيس براتيكمون اذا قبل كنا نتعبوا في السيت على 15 بوان خاطر السيرفيس طايح السيرفيس نتاع ليكيب ادفيرس نتاع الادفيرسير. وزاد قبل كان معناتها شونجمون دو سيرفيس ما يتحسبش. اي هذا ايش نحكي لك يعني كلش طايح. يعني لازمك تلعب على مارتين شوالي نتاعك. تلعب على مارتين شوالي نتاعك وزيد في الفان دو سيت معناتها لازمك تعمل دو بوان ديكار اللي هي بيان سور موجوده. اما دو بوان ديكار بالحكايه شونجمون دو سيرفيس معناتها تزيد تطول الحكايه. ولهذا بعد ساعات السيت معناتها يطول برشا. كما تروح التنس. نقول عليه التنس معناتها التنس شبكه عاليه. سنة يعني شفنا تروح حتى بثلاث اسوايع يعني فاسيلمون. توا ولات معناتها الكره الطايره تشجع اكثر على لوفونسيف. لوفونسيف على الاتاك تشجع اكثر على اللعب زاد لوفونسيف زاد حتى نقول لك حاجه لو بلوز امبورتون زاد اوسي توا لورغانيزاسيون تاع لو كونت لورغانيزاسيون تاع لا ديفونس خاطر سي ني با ليكيب اللي عندها اتاك باهي واللي ما عندهاش ديفونس واللي ما تهزش معناتها كي ديفونس وراها كيما نقولوا واللي ما تهزش ما تعملش كوفرتور وراها شي دار صدق شي ما تربحش لي زيكيب اللي يربحوا اليوم سي فري عندهم اون بون اتاك اللي عندهم زاد اون ديفونس تري اورجانيزي اللي تهز لك الكره هذوك هما اللي باش يخلوهم معناتها يعملوا لا ديفيرونس بارابور للادفيرس. هذا يعني توضيحات من عند قيس باش نفهموا اكثر الطرح نتاعنا باش نفهم السادة جو الفولي و فولي في توا في الماتش هذايا ما شفناش معناتها معناتها انا نقول الماتش مش متوازن برشا على خاطر لي زاتاك تاع ازمور نشوفوا حتى جدار الصد تاع لي فيتيك ما خدمش برشا ما يطلعش حتى لي زاتاك
معناتها ما عندهمش ديزاتاكون اللي هم عندهم ضربات ساحقه قويه واحد باش يستناوهم في يستناوهم في الديفونس وكاهو ما يتمونهمش كونتر. هذا معناتها اللي فما تصير معناتها تعرف اللي فما ما فماش توازن كبير في الفريقين في النادي الافريقي ولا زاد حتى هما حتى اللعب شفنا سيبري شفنا دي باسكور شيء مثل ضربات ساحقه في المستوى المركز نمبر 4 ولا المركز نمبر 2 ما شفناش تنويع كبير معناتها ضربات ساحقه ما تراش اللي لا تبسيرو اللي يخليك باش تنوع بونال ما شفناش الكرونشون ما شفناش اللين علاش خاطر الاتاكون وقتاش يبدا ينوع يعمل كلين ماشي صحيح وقت يشوف قدامه جاد صد ولازم يجيب لافيت هوني ما شفنا حتى شيء دونك ولا يدخل في فاسيليتي يضرب كيما جات يضرب معناتها دياغونال هي في فاسيل يضرب دياغونال هاو معناتها مهما كان معناتها مالغري معناتها فماش تنويع معناتها الكارتي ماشيه في اسونس اونيك ولو نقولوا حاجه سمور قلتها باش نعاودها بارك الله فيهم فريمون شجعوهم وزيد راهو في السيت الاول يعني في الاخر عملوا حويجات هكا وحقوا 9 بوان دونك يتسمى حاجه باهي البنات اللي راهو فيهم جون على الاخر يعني اللي نشوفوا فيهم صغيرات في التيران معناتها كلي لازم نشجعوهم على خاطر هي من جي من منطقه معناتها من الوطن القديم واحد كل شيء منطقه عملوا جمعيه نتاع نسائيه معناتها يستحقوا كل التشجيع والكابون يعني كله معروف بالفولي بول بالطبيعه نرجعوا للست الثاني وايه هي اللي باش تدخل للسيرفيس تبدا السيرفيس عند ازمور تتلعب الاولانيه ثم المجري تهز على بن ظفر و والبوان الاول قصيره كانت السيرفيس بلوتو المجري يعني في التمرير اي هو علاش المجري مره اخرى خلينا نتبعوا هذايا ونرجع لك والبرة الكرة لقاو أول مرة قيس اللي أزمور تاخو 2-0 لازمك تلاحظ اللي الممرن بتاع نادي كريتي دخل ثلاثة لاعبين باش كيما نقولوا يعطيهم شوية فولم دو جو وفاطمة فاطمة موفيز ريسبسيون دو لا بال دونك تعطي لو تروزيام بوان تاع أزمور ايه تعمل 3 بوان ورا بعضهم تعاود تلعب و كاترين هذه في نقطة ولينا بعد هو مش نورمالمون الليبيرو يحكم في الديفونس هو اللي يواجهها هو فما تنظيم دفاع مش مو معطيك تنظيم دفاع مهوني في الحكايه مش باش يعملوا بيرميتاسيون على خاطر نادي افريقيا اللي تستقبل مش باش يعملوا بيرميتاسيون تاع كان جينا باش نعملوا ارسال يجي يعملوا بيرميتاسيون تاع البوست اللي يديروه هو يشد فهمتني يعني احكي لي على الديتاي هذا يلزمني نفهمه خاطر انا ما نعرفش يبدا عنا كيبدا عنا الارسال عنا كيبدا عنا الارسال في فوالا في الريسبسيون في التنظيم الدفاعي يجبو يعملوا لي بيرميتاسيون تاع لي بوست كيما في على مستوى الشبكه يعملوا بيرميتاسيون في الشبكه السنترال بقعدوا وكيما زاد كيف كيف في الدفاع اللي بيرو يولي يشد البلاصه اللي هو اللي هما متهمين عليها يجي يشد الوسط كيما يجي يشد واحد من الجنوب بالاكثريه اللي بيرو يشد الوسط وهذا هو ما تقدر استقبال مثلا السيرفيس عندنا كيبدا عندنا الاستقبال ما عندناش السيرفيس عند المنافس تولي اللي بيرو يولي اللي بيرو يقعد يشد المركز نتاع اللاعب اللي هو عوضه وكهو ما فماش بيرميتاسيون واضح قيس تلعب الكرة و كنا في التايم اوت الاولاني للفلوب توا نلقاو عندنا 1-5 المجري هي اللي باش تلعب السيرفيس تضرب وتاخذ الكرة من عند هدف وهدف نصف نلقاو عندنا لو دوزيام بوان تاع الكلوب افريكا 2-5 مجري مرة أخرى تلعب فما الأولانية هدف ترجع وفما كونتر من بوزيدي ترجع المجري تلعب أكيلة على فاطمة والتروزيم بوان للكلوب دونك 3-5 مجري هي تاخذ الكره
تلعب على هادف، تلعب مع المجري الأولانية على فاطمة، تمشي تلعب هادف مرة أخرى، وثم هو تكون عندي جدا السيد هو اللي رجعها ملكتاري، هو تسمى باباسي خطر ضربت في تيجي عشان باباسي أنا ما تعدتش ده مش ما تلعب جوار آخر تتلعب من عند المجري طويلة هي سهلة، تمشي للمجري تلعب مع بن ظافر الأولانية باهية من عند بنية 12 سارة بن ظافر طوعا بن ظافر وترجع بن ظافر من عند المجري وتاخوها هدف ترجع تمشي بن ظافر مرة أخرى تطول الكرة سهلة تتلعب تاخوها حريزي وتبدأ كومبليتمون مع فاطمة تلعب تاخوها تشا الأولانية حلوة لعبت على كلاسي وبالون فوالا شفت جا درصات لعنها دونك عملت بها لوب ما فهمتش تغطية وراجل درصات هذاك هو اللي نلقاو روحنا ايغاليتي 5-5 ما بين كلوب افريكا والازمور نمشي الأولانية عند لمس اوكي فيلي دونك 6-5 الازمور المرة هذي تتلعب الكرة من عند اسلام هو ما تتعداش 6-6 فاطمة باش تلعب الكرة وفما دوك فوت من بن عمار 7-6 فوت هذه تسمى كما يقولوا دخلت يدها في التيران المنافسي قبل ما تمس الباسانز الكرة تهز الكرة وما تتعداش يولي عندنا 7-7 قاعدين نمشيو بونتو بونتو توا بعد ما خذت ازمور الافونتاج من الاول 5-0 عملت بارسيال نتاع 5-0 تطيح الكرة عند منتهى وتضرب الكرة الأولانية تمشي عند محفوظي بن ظافر تمشي الأولانية وحريزي دونك 8 بوان 8-7 هنايا تايم اوت من لونترونور نتاع ازمور بالطبيعة كيفاش ريت حتى لتوا قيس الست الثاني يعني ما من ناحيه الريت ما فماش حاجه كبيره لكن اللي لاحظوا فما لي دو زيكيب يسخن بعضهم وما في في المستقبل اللي هو خلى ازمور ياخذ الاسبقيه من بعد التشبيه مع اللعبات اللي خليهم الانترنور تاع نادي افريقيا ثلاثه لعبات باش يخليهم معناتها في وسط اللعبه وواحد شيء بالطبيعه مش كيما زميلاتهم اللي لعبوا قبل ما عندهمش كيما يقولوا ضربات ساحه معناتها قويه ولا شيء ولهذا ولات اللعبه تكون عليها معناتها متوازنه فما شويه عامل الخبر من الكلوب هي معناتها وقت يجيهم ضربه ساحه ما يفلتوهاش بالطبيعه ترجع الكرة دونك سيرفيس عند بن عمار أميرة تلعب الأولانية أميرة تضرب في الفيلي وتقعد تمشي تعاود تاخوها ماجري وحريزي تضرب وحلوة برشا هذا اللي كنا عليه معناتها هي اللي تعمل فارق الديفيرونس هذا بارسيال قيس نتاع 3-0 للكلوب توا نلقاو عندنا 9-7 دونك ما بين لي دو زيكيب بعد ما كانت 6-6 للأزمور تلعب الكرة تهز على نمرو تافه اللي هي زينب تلعب الأولانية حريزي وحلية 10-7 بن عمار مرة أخرى في السيرفيس هي تلعب الأولانية على نصر وتخرج الكرة لبرا 11-7
اللاعب اللي الثاني يتوخر برشا في السيرفيس كيف قد ما تطول السيرفيس قد ما تصعب. مره اخرى تايم اوت. علاش كي تقول قيس قد ما توخر قد ما يصعب السيرفيس؟ على خاطر باش توصلوا ديجا للفريق المنافس في بوار تعطيه الفوكس تعطيه دي الفوكس يوصل يوصل بسرعه. ثانيا معناتها كي تطول لو سيرفيس معناتها كي يولي فلوتون فهمت يولي دونك يولي ياسر يلعب في الفضاء ولهذا يكون بصعوبه للفريق المنافس في المستقبل نتاعو يولي يستقبل بصعوبه. معناتها فلوتون افيك اون فيتيارتي دو لا فيتيس على الخط تاع التيران فهمت كيما يبدا توخر تعطي دو لا فيتيس اون بلوس يبدا هو في الطون يولي يستقبل في ريسبسيون نتاعو. نرجعوا لبن عمار ذكر اللي عندنا اون سيت اميره تضرب وتاخذ الكره ترجع الاولانيه من عند ناسك وفما الماشري وتلعب الاولانيه ترجع فما حريز وتسيقه دونك نورمالمون عنده الحق اللي يمس الكره في الكونتر يعاود يمسها ولا هي الكونت ما عنده تشوف كونتر خاطريه من بعد ما بعد ما هبطت تحت الشبكه هي اه فهمتك دونك الي كونسيدري كوم اون باس اون بان كونت واضح يعني الاولى حسب هذا دو با دو دو توش نصحوا هذا قيس للعبيد عندك الحق في الكونتر انك تمس كورتين الاولى ما هي كي مسيتها من بعد ما هبطت تحت الشبكه دونك قلت ما عادش تتسمى كونتر وكاين اون توش نورمال عادي واضح تمشي الكرة من عند بن دفر هي الأولانية ترجع للمجري وحريزة مرة أخرى تضرب و إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس زينب إن شاء الله لاباس دونك تريزيام بوان بالطبيعة يعطيها الصحة حريزة مشات لها الناس قاعدة تصفق بون ديفانت قيس لا ينزل ينزل مفهوم بالطبيعة هذا هو سبور مش حاجة أخرى وانت ولد سبور يعني ولد الفولي مش ترجع دونك الكرة البن عم لا مش بن عمار المرة هذه تمشي البن دافر ترجع الكرة وتطيح مالون كوندو صار في الديفونس نتاع مزمور دونك ما تفهموش وفما تايم اوت اخر اللي هو يعطينا في ال 15 ويت قيس في الدوزيام سيت نذكروا السيت الاولاني وفي 25 9 ومن اللي شدت اللعبه هذه الارسال اللي هو توخر بيه كلها صعب اللي خلى الاستقبال صعيب على الزمور وقت تشوفوا معناتها يا اما يعملوا استقبال صعيب باش تصعب عليهم لوبيراسيون داتاك والباس بور خايبه المهاجم شان الاتاكلي والا يضيعوها تقرا الى دوزيام بوش هاوك علاش نادي الفريق ما تخدمش الاسبقيه في السيرفيس نتاع بن ظافر بن ظافر وترجع لبن ظافر بالطبيعه تكمل لي سيرفيس نتاعها تهز الكره موفيز ريسبسيون مرة أخرى عندنا 16-8 هو كي تصعب عملية الاستقبال نورمالمون الوسطانية توخر التالي ويقدموا زوج اللي هما في الأجنحة باش يغطيو عليها خاطر هذيك توا تلقاها معناتها كي ديموراليزي دونك نورمالمون يحميوها في ليزيكيب يقولها توخر هي ويقدموا يقدموا يكوفريو عليها الفولي بطبيعة كما أي سبور آخر في برشا برشا كوميونيكاسيون ما بين الملاعبيه وسورتو خاطر فيه ياسر سنسيبل من ناحيه الاعصاب. كيفاش تفسر هذا؟ قيس تفسروا لنا كيفاش تصير الكوميونيكاسيون ما بين الجوار ونشوفوهم حتى في الماتش الكبار نتاع الفولي مونديال وكل يعني فما برشا برشا كوميونيكاسيون وأون إيفيت برشا لي كلاش ما بين جوارات في بعضهم. هو شو هو اول حاجه في التنظيم الدفاعي لازم كوميونيكاسيون شكون يقف وشكون كذا شكون يتبع ترونشون شكون يتبع التغطيه وهذه الكوميسيون الكوميونيكاسيون في الانترينمون تتعمل تتفاهموا بعض حتى يوليو معناتها اللي يقصروا بعضهم بالغزره معناتها تشيكوا بعضهم كل شيء معناتها تقع من الغزر في الامور النجوميه زاد كيف كيف معناتها بالصوابع بالعينين كذا لازم فما برشا كوميونيكاسيون ايش اللي حكيت الصوابع هذا يخبوا يد يخبوا يد ويد الشمي اللي فما هما تلقاهم معناتها الكومبينيزون تلقاهم عندهم نوامر نمرو ان نمرو دو نمرو تروا معناتها هما يبدا الباسور هو اللي يعطي الاشاره بور لي كومبينيزون داتاك
أنا عندك فما حاجة أخرى المورال ياسر معناتها في الكيف الفيزيكي نلعبوا على المورال تاع الناس نبداو نعيطوا نصيحوا باش نلعبوا على المورال تاع الناس خاطر نعرفوا إذا كان طاح المورال شوية نخلوها نسيت نخلو في الاستقبال في واحد شيء نخلو وهذيك سي دي بوان نحن نحسبوها سي دي بوان طيب الجوار طايح له المورال نتاعو تعرف اللي باش تربح عليه 1 2 3 بوان ونشوفوا حتى يعني في الشبكة بعد ساعات في الأطراح العينين تخدم لي جيست يخدموا حتى لي غريماس خاطر علاش الشبكه ما تقولوا تتبع كيما يقولوا لا تكون في البوست كارت ولا تتبع الكورت ولا تتبع هذاك هو العين كيفاش معطيك لي كل واحد برافو 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 رغم كل شيء برافو يعني كانت حلوه الى فاطمه خرات دونك نبقاو عندنا في مونتاج 9 وي قيس كمل لي حكايه العينين وال وتشامي كما قلنا في البولي العينين وتشامي هو بعض اول حاجه لازم تقرا مع المنافس شنو الكومبينيزون اللي باش يعملها بالبوزيشنمون تاعو معناتها شكون باش يمشي كورت شكون باش يمشي وراه ولا شكون باش يقعد في باسكات ولهذا يبدا ديما الباستور من دون زاتاكور يبدا بالعينين شكون يطبع لافت باش كيما نقولوا باش ينظموا روحهم في جدار الصد اسكو يعمل جدار صد ا 2 ولا يعمل جدار صد ا 3 هذا هو معناتها كلها كوميونيكاسيون في يبدا في وسط الماتش اوكي دونك ترجع الحريسي عندنا 19 9 تتلعب بأي تضرب كرة البرة 20-9 حريسي مرة أخرى سيرفيس الثاني وراء بعضه حريسي أي وسادة تلعب على نمرو 7 يعني موجه تلع الكرة نشوفه هنا دخلت عليها والأولانية حلوة وترجع من الآية تلعب على اسلام ماجري قصيره وحلوه حلوه برشا من محفوظي هو سهله معناتها تسهل عليهم خاطر ما فماش جدار صد صحيح مقابل دونك الكره هذه معناتها قدامها افنيو كامله محلوله وحريزي ما تتعداش كورتها لقاو عندنا 10-22 نفكركم اللي فما 25-9 في السيت الاول إخوة فاطمة كيشة وتضرب خرات ترجع من فاطمة بتبيع لولانية آية وما تنجحش 23-10 تمشي كرة مرة أخرى ترجعها آية تمشي للمجري وحلوة منها 27-10 1 point بتبيع ال point du 7 يعني ما هذا بلد 7 ولا point وعاوني عادي قيس بلد 7 وحلو حلو 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 الكونتر اللي يعطينا 25-10 هذا هو دونك نذكروا اللي الاولاني الست الاولاني وفي 25-9 والثاني قيس 25-10 قيس قاعد يتبع في اللايف هذا على الباج تاع ليك لويس دونك يحب يسمع مع بعضنا نعاودوا نرحبوا بالناس الكل في تروازيم سيت هذايا مع بعضنا على الباج تاع فيسبوك ليك لويس في الماتش هذايا لايف ستريمينغ من الجورجاني دونك تروح تاع سيتيم جورني لو كلوب ماشي وحده وحده للتروازيام سيتيام فيكتوار يا قيس سيتيام فيكتوار عملوا سي فيكتوار عندك سكور 3-0 ما صار حتى شوط نادي فريقي ولهذا ماشي معناتها خطوه ثابته للرابطه الوطنيه الاولى تاع الطائره المسائيه
ان شاء الله يعني عام الجاي تكون فما حسابات جدد بالنسبه للديفيزيون 1 وتولي فما جو اخر ان شاء الله، تولي سالة تبدا مهبيه وتبدا شيخه العباد ونرجعوا للجو نتاع الباليد لافوار والقبه يا قيس مثل عز مثل عز. يعني كنا في الهوند والفولي ذي يعني للناس اللي ما تبعتش الامور هذه بتبع جينيراسيون اللي موجودين توا، يعني كنا نهار السبت نعديوا ما بين هوند فولي باسكيت براتيكمون من نص النهار حتى الثمانية متاع الليل كله في البلد لافوار، كله في البلد لافوار من تيران تيران. انت تبع في الجمعيه حسره يمات اللوح نتاع بلد لافوار تيران سنترال تيران اللي وراه اكوتي هذوك الفرعيين اللي يلعبوا فيهم الشبان. كانت لاجروند ايبوك يعني بالسبكتاكل حلو يعني كنا نشيخو كنا نشيخو وكان ديما مهبي يعني باليد لافوار تسكر 200 يا قيس يعني تحدي شويه انا هنا كانت عندي كارجون ماناش قداش تسكر اي كارجون يعطيوكم لكم انتم احنا يعطيونا في الفوتبول مش كيف كيف انتم ما تدخلوش جوه ونحن ندخلوش جوه ليه ولا نرجعوا للسيت الاخراني السيت الثالث مش الاخراني حتى الكاجب يلعب على خمسه والمجري هي اللي باش تبدا السيرفيس. فريق شاب حتى صار الفريق الثاني خرجت بطبيعة شيخ ذو أكثر وقت كونجوم سميوه اللي هو نجم يكون ان فوليوم دو جو سدا. ماجري مرة أخرى ترجع الكرة ليه تمنع تكوها تمشي على اليمين للمحفوظي تلعب إسلام يحب الكرة عند الماجري وتضرب لا وما تتعداش دونك دوزان هنا انا ملي دوزان واحد 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 اوكي ايه تلعب السيرفيس تتهز من عند المحفوظي ودوزان 2-1 فاطمة دونك في السيرفيس تضرب الكرة ونطيح حلوة تاخوها ناصف وتطيح عند فاطمة تمشي للمجري وما تتعداش الكرة 2-2 دونك كانت مريم ضربت الكرة لكن ما تعدتش نلقاو عندها لعبة شابة باش تاخذ شوية وقت من اللعب بالطبيعة تلعب الكرة وما تتعداش 3-2 يرجع السيرفيس للكلوب تدخل بن عمار وتخرج عكاشة والسيرفيس عند فايزة تضرب الكرة هي تاخوها ناصف ترجع عند ماجري تهز وتضرب حلوة حلوة من محفوظي هذه لعبت ليني في البوست 2 معناتها لعبت ليني دون تنويع في اللعب معناتها نوعت شويه في الزقات نتاعها وفي البوست 2 ليني راهو لازم تكون معناتها لاعب عندك خبره باش تنجم تلعب ليني خاطر تجيب كره كيما يقولوا معاكس على كتفك هذا لازم تعرف كيفاش تطلع وتدور 5-2 يصير شكون لنا اللي هي صعيبه سي قيس من غير ما تقول لي وانت تشوتي يعني قول لي علنا خلي قيس صعيبه هي صعيبه قول لنا اللي هي صعيبه بتلعب الكره ما تتعداش من فيزا وتولي عندنا 5-3 ترجع كيشا بتبيعها في الريسبسيون وباش تلعب زينب هي اللي باش تلعب السيرفيس تهز الكره تلعب على خراك وتضرب الكره تضرب في الميوب ترجع قدام ناسف وتاخوها الماجري تلعب حلوه حلوه برشا حلوه حلوه من مريم اللي يولي عندنا 6-3 في الثروزيام سيت حتى لتوا
معنا نذكركم في الليسات الاولاني نزول 25-9 و 25-10 للكلوب تضرب في ليه وتتعدى تيح وتخلط على ايه تمشي مريم وحلوة حلوة من مريم لوب 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 وراجي دار صد ولك ثارية معتها برسا مدافعين ينساو بشي عمل التغطية وراجي دار صد ورا بطبع يزم يتسقلوا هذا مش تلعب بالكرة الأولانية ترجع باهية ومرة أخرى مريم تضرب كرة تيح عند إسلام ترجع الكرة فاطمة تلعب مرة أخرى مريم قاعدين نلعبوا على مريم هي ترجع الكرة وحلوة ال ولا 8-3 من بن عمار والتايم أوت شفنا في الليكتور تاعهم تاع البنات في الست ثلث قيس حتى التو الست ثلث معناتها التو نحكي على الانيماسيون تاع اللعبة الانيماسيون تاع اللعبة الموزعة قاعدة تركز تاع البنية مازالت كي دخلت حبت تشجعها وحبت تلعبها علاش على خاطر في الاتاك هي صغيرة وفي الاتاك الأولانية ضيعتها باش ما تطيحلهاش المورال نتاعها وخلتها في الكورة سخنتها هذا هو اللي نشوفوا يعني مريم شيحة ولا هذا هو فرحانة خليني نقولوا فرحانة علاش خاطر ولا هذا كله جراس الباسوز اللي تقرا فيك وتقرا المورال نتاع اصحابها وانت قاعد تو تربح بجواز يعني ولا كاليبر اخر جو اخر بالطبيعه اي كمل قيس انا راني ياسر نقص منشار على غالب دونك ترجع الكره عند محمودي سيرفيس اخر 8-3 باش اللي قاعدين يتبعوا معنا في الطرح ترجع الكره ناسف وباهي عكاشة وتاخذها مريم مره اخرى ترجع جو سامبل وكالعادة وتتعدى الكرة والبرة لا تخوها مريم تمشي للمجري تبدل كومبليتمون للسبوس دو اتاك فوس ان فوس ان للدفونس كيفاش كيفاش نجم تضرب قيس كنت الدفونسور نورمالمون قدام الليني لا الباسور كانت قدامها في البوست كات مريم عملت هكا حبت كيما نقولوا تعمل فان وعطتها للبوست ان اللي هو في الديفونس تطلع اتاك ما لازمش تقف على الليني ما لازمش تقف ثانية وما لازمش تفوت 10-3 يا قيس 10-3 وعندنا باقي محفوظي اللي باش تلعب السيرفيس وحلوه الكره مره اخرى سيرفيس ديريكت قيس ومره اخرى تايم اوت 11-3 بنشر فيها الياس تخبيت طيب على المنوطه تخبيت عبينا نوريوها دونك مش مشكل قاعده شيخه في كره البولي هذا هي يعني الغرام يجي هكا قيس هذاك هو يا قبيله في التسخينات شفتها البنيه هذيك معناتها تعمل مونشيت واحد وكل شيء والله عندها جيست معناتها اللي باهي معناتها اللي عندها مستقبل البنيه الصغرون هذيك وهذه الغرام يعني غرموا صغيرات كل واحد يجيب ولده كل واحد يجيب حد من العائله بالطبيعة وقبلك قيس انت جبت على حاجة ما كملناش حكينا عليها نحن كي نحيو دي سيكسيون راهم قاعدين براتيكمون نحيو في ابارتونونس وكلوب علاش؟ خاطرك الصغير اللي يجي كوري نجم راهو يجيب بوه حتى من جمعية أخرى مش يولي كلوبيس يتبعه يعني قد ما تنقص سيكسيون قد ما نخسروا كلوبيس كما يقولوها عندنا دوز كات هو لازم لازم اسم نادي فريق يبقى مذكور في كل مرة في كرة اليد في كرة الطائرة في كرة السلة هذاك هو البيز امبورتون اللي نادي فريق لازم انا معناتها نكون نمشي نقطة في نادي فريق يعني نسميه الإشعاع هذا غيرونمون تاع الفوالا هذا هو ترجع الكرة 13-4 نلقاو مريم في السيرفيس ريسبسيون تمشي الآية تضرب عند فاطمة نجري تلعب الأولانية حلوة برشا حلوة برشا من فاطمة خرات فاطمة خرات لا بدلنا توا عاد يا قيس فاطمة خرات اي خرات اوكي دونك عندنا 14-4 مريم هي اللي تعمل في السيرفيس
كما نشوفوا قاعدين نتبعوا فيها. وبه السيرفيس تمشي تخلط الأولانية آية تضرب الكرة ترجع الماجري الباسور وهم الأخرى مرة نقاوم فاطمة دونك لو 15 بوان للكلوب 15-4 في السيت الثالث. من مريم ومركز 16 بيوت 16 بوان 16 بوان ما قلت لك قيس يجعوني راني انا نفهم في الورجو برك دخي 16-4 تايم اوت مره اخرى. نتصور من بعد يعني قيس باش يجيو طرح الكوب نتصور يطلع النيفو تكون كاسحة شوية من ناحية أن يكون الادفيرسيتي خلينا نقولوا يعني مش يطلع النيفو بدان باليي في نوعية أخرى نتاع كومبيتيسيون. إي وقتها نشوفوا معناتها تنمية في اللعب وقتها نشوفوا يجي درسات وقتها نشوفوا معناتها تنافس كبير وقتها نشوفوا معناتها يكون واحد يسبق ولا يخلط عليه في الإكوان وقتها معناتها نشوفوا المستوى الحقيقي نتاع بنايتنا بنايتنا بالطبيعة. ترجع الكرة من عند مريم في السيرفيس 16-4 ترجع آية تمشي النسيف وآية عاود تضرب وبيع لكن الكرة البرة الكرة البرة أوت يعني كانت ماشي في التيران. عندنا 5-16 5-16 والكرة باش تتلعب من عند زينب الأولانية تتهز من عند مريم الماجري وحلوة بن ظافر بن عمار أميرة بن عمار هي اللي تمركي لو 17 بوان. جاتها كورت من بوز 2 هذا يكونوا متفاهمين عليها خاطر الباسوز عملت لها كورت غير مكشوفة دونك متفاهمين من الأول عارفين بلي صوتي كورت كالعادة أميرة توخر برشا تلعب الكرة نتاعها تضرب الكرة البرة خذت على عاتقها بمد واحد دينيسياتيف تروح من شيرة أزمور يعني براتيكمون على ديبونسي بمال دينيرجي في الطرح دونك نلقاو 18 بوان للكلوب باهية مرة أخرى من عمار مريم تضرب الأولانية حلوة من فايزة وترجع وهي مرة أخرى ترجع من الماجري ومرة أخرى البنت المحفوظي هي سهلت على روحها وتضرب الكرة باش تطلع على الشاشة باش شافت روحها باش تحفظ عن الخط رجعت فوالا فوالا 19-5 مرة أخرى من عند بن عمار و لو 20 بوان 20-5 تنزل كرة مرة أخرى تاخذ على عاتقها ناجري تلعب الأولانية وحلوة من المحفوظ أتاك من وراء 3 متر 3 متر يعني قيس خلينا نفهم يعني كان هي تعمل ليلون من بعيد وتضرب قبل الليني وتيخ بعد الليني ما فهم حتى مش فهم حتى شيء المهم تفوت المهم ما تعفش على الليني ولا ما تديباس وهي في الأكسيون أما لازمها تنقذ من قبل الليني من قبل حتى من بعد ما تنقذ قبل الليل تبداش معناتها تهبطش مع الشبكة قد ما يطلق ما يطلقش طلعت تضرب قبل معناتها هذيا معناتها فما ديزاتاكو معناتها يعملوهم يعطيه الباسور يعطيه الباس نتاعو معناتها في الميترو معناتها بريسك لاصق يقربها له يقربها له ويعمل في السو نتاعو قبل التوا ويهجم معناتها في يعمل الضربة الساحقة نتاعو بريسك تحت الشبكة فوالا يعني هذايا نحكيو في نيفو قوي برشا قوي برشا بالطبيعة بالطبيعة نحكيو على ايشيل انترناسيونال عن بن عمار مرة أخرى هي ترجع تمشي من عند اسلام تاخوها فاطمة وحلوة من الماجري دوزيام هذه رشيد قاعد يصفق الفوق ورشيد نتاعو دوزيام عملنا زوم على رشيد
بعد خلي كمل الترع دونك تتلعب مرة أخرى من عند بن عمار و 23-5 عدو بوان توا من السيت الأخراني مرة أخرى بن عمار على 24 بوان وتتعدى هي تأخوها وتخرج هي مرة أخرى تضرب الكرة كرة برا 24-5 بلدو دو ماتش ماتش بلدو سيت بلدو ماتش بن عمار تضرب الكرة وتأخوها هي ترجع الأولانية وترجع الآية اللي يزمها ترجعها سامبل تمشي للمجري وحلوة من عند المجري حلوة من عند المجري اللي يعطينا 25-5 نذكركم بالليترو سيت السيت الأولاني 25-9 السيت الثاني 25-10 السيت الأخراني قيس 25-5 إن كان نحوصله قيس كل شيء ونسيبوه هو الحوصلة اللي بنات النادي الفريقي عندهم أكثر خبرة من بنات أزمور بنات أزمور يلعبوا من غير جدار صد خلى بنات النادي الفريقي في الضربات الساحقة متاعهم ضربات الساحقة متاعهم معناتها في أكثر راحة وأكثر زادة يعملوا بيهم معناتها اللي يمركيوا بيهم دي بوان ثانيا عندك زادة الإرسال عندنا معناتها اللي زوز لعبات ولا ثلاثة لعبات الإرسال متاعهم طوندو اللي قلق برشا بنات أزمور في الاستقبال خلى الاستقبال نتاعهم يا اما يضيعوا الكره والا الاستقبال نتاعهم ما يخليش الباسيج نتاعهم تعطي سباس باهيه للي زاتاكون باش لي زاتاكون يضربوا اتاك باش يمكن بوتويت دونك شنو صار هوني صار هوني ما عندهمش ايكيب ازمور ما عندهمش زيد ارسال ما عندهمش استقبال باهي خليهم معناتها كلي معناتها كلي بعاد شويه على النيفو نتاع لي ديفيق اما سيت اون ايكيب لازم نشجعوها خاطر جاوا من ازمور سيت اون ايكيب معناتها نسائيه واحد لازمنا نحن معناتها نشجعوا الرياضه النسائيه ان شاء الله الناس الكل تعمل كيفهم يعني باش السبور فوالا سبور في ميناء يتحيى يلعبوا في تونس واحد كل شيء مهما كان معناتها كلي لي ديفيكولتي اللي موجودين والنقص اللي موجودين مهما كان واحد كيما يكون يشجعهم بارك الله فيهم اللي جاوا لعبوا في تونس وان شاء الله ديما يكملوا هكا قيس يعطيك الصحة نورتنا وخليتني نسترجع برشا حاجات معك يعطيك الصحة كما قلنا بارك الله فيكم اللي كنتوا تتابعوا فينا ونوفوا بالفريق تاعي